السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل الأسئلة الجنرال من كتاب جيم لغة إنجليزية أولى إعدادي صفحة 178 يونت 10. السؤال الأول على المحادثة: Can you tell me about things in our school and what they are made of؟ ممكن تقولي لي عن الأشياء اللي موجودة في المدرسة وهي مصنوعة من إيه؟ فهنبدأ الأول بويندوز. ويندوز اللي هي الشبابيك. ويندوز ار ميد اوف جلاس، الشبابيك مصنوعة من الزجاج، وقلت ار لأن ويندوز جمع. السؤال الثاني: ديسكس اند تشيرز ار ميد اوف، المكاتب والكراسي مصنوعة من وود، خشب، اللي هي الإجابة نمبر دي. السؤال الثالث: بوكس ار ميد اوف بيبر، اللي هو الكتب مصنوعة من الورق. السؤال اللي بعد كده: well done، أحسنت، and what are you your shoes made of، والحذاء الخاص بك مصنوع من ايه؟ فال they are made of leather، مصنوع من الجلد. that's right، هذا صح، هذا حقيقي، هذا صح. what are the walls made of، مما مصنوع الحيطان أو الأسوار. they are made of brick، هي معمولة من قوالب الطوب. سؤال الاختيارات: the space is the top of the house أو a house، هو أعلى حاجة في المنزل اللي هو الروف، اللي جابه نمبر دي اللي هو السقف أو السطح. السؤال الثاني: you can turn on the space to get water، أنت تقدر تستخدم إيه عشان تحصل على المية؟ التاب اللي هي الحنفية. السؤال الثالث: shoes made of space are expensive، يبقى leather، اللي هي الإجابة نمبر سي اللي هو الجلد، اللي هي الأحذية المصنوعة من الجلد غالية. السؤال الرابع: the carpenter أو the carpenter uses to make tables and chairs، هيبقى wood اللي هو الخشب. carpenter carpenter الاثنين صح إن شاء الله تعالى. السؤال بعد كده: a space is made of leather، هنبقى الوالت، الوالت اللي هي الحافظة النقود أو محفظة نقود الرجال، مصنوعة من الجلد. السؤال السادس: the weather is very cold here space night، night بتاعت حرف الجر at، الطقس هنا بيكون بارد جدا في الليل. السؤال السابع: Egyptians get their water the Nile، هنبقى from the Nile، اللي هو الإجابة نمبر دي، اللي هم المصريون يحصلون على الماء من نهر النيل. صفحة 179: My wife bought me bought new teaspoons which is made of metal which are، هي زوجتي اشترت لي ملاعق من الشاي جمع، فهنا هنا هناخد ار عشان ار بتيجي مع الجمع، اللي هي مصنوعة من المعدن. السؤال رقم 9: books are made of paper، الكتب مصنوعة من الورق. طب ليه ما خدتش from؟ لان المادة لم تتغير، ان الورق استخدمته في صناعة الكتب، يبقى made of صنع من، والمادة لم تتغير فاستخدمت of. السؤال العاشر: there is a lot of bread in the kitchen this morning، يبقى was اللي هي بتدل على الماضي، كان يوجد كثير من الخبز في المطبخ هذا الصباح، واستخدمت was لان bread غير معدود في اللغة الانجليزية، وغير معدود في اللغة الانجليزية يبقى مفرد، بياخد يعمل معاملة المفرد وفياخد was او is، وفي زمن الماضي يبقى ياخد was. this morning بتدل على الماضي، هذا الصباح. بالنسبة للتصحيح: الأولى هتبقى of، التانية هتبقى am. طب نقول ليه الأول: the doors of my flat are made of wood، عندي البيبان في الشقة مصنوعة من الخشب، يبقى of. السؤال الثاني: Sarah bought a new laptop، غلط، تبقى a new laptop، لأن a أداة نكرة للكلمات البادئة بحرف ساكن، والان من الحرف الساكن. السؤال الثالث: there weren't، طالما weren't يبقى نفي، يبقى استخدم any على طول بدل some عشان في نفي. who is أو whose your jacket made of، يبقى هنقول what. what is your jacket made of، هنخليها what's your jacket made of، مما مصنوع جاكيت بتاعك. يبقى دي كده الإجابات بتاعت صفحة 178 وصفحة 179. شكرا والسلام عليكم.